متابعينا الأعزاء، مرة أخرى نلتقيكم من قناة قرارات للسياحة. موضوعنا لهذا اليوم يدور حول أطول تلفريك في العالم، فابقوا معنا. إن تقريرنا هذا هو رياضي أكثر مما هو سياحي. تعتبر أرمينيا مكانا مناسبا لممارسة الكثير من الألعاب الرياضية الممتعة، كالتزلج على الثلوج والتزلج على الجليد ورياضة القفز بالمظلات ورياضات أخرى. في أيام المطر تحولت أرمينيا إلى مقر لالتقاء مظليي البيس. مظليو البيس في مختلف دول العالم يمارسون ألعابهم، أي ألعاب القفز بالمظلات، من الأماكن المرتفعة الشاهقة كالعمارات الشاهقة والجسور والأبراج والأنصاب العالية أو من فوق الصخور العالية. أما في أرمينيا فهذه الرياضة كانت من داتير، لكن في داتير من أين؟ كان القفز من كابينة أطول تلفريك في العالم، والقفز كان فوق وادي بوردا. أعلى ارتفاع قد وصل إليه التلفريك كان 320 متر، حيث اجتمعوا من 8 دول: فرنسا، ألمانيا، سويسرا، هولندا، روسيا، جورجيا وإيران. ومن باب الأمان قبل القفز الجميع خضعوا لاختبار القفز قبل الاشتراك، وأقاموا 60 مخيما وحققوا قفزات من ارتفاع 320 مترا، والقفزات كانت من تلفريك داتير والذي هو أطول تلفريك بالعالم. ومنظمو المهرجان توعدوا بأنهم سينظمون هكذا مهرجانات في فصل الشتاء أيضا. هذا المهرجان كان مميزا لأنه المرة الأولى قفز المظليون من كابينة أطول تلفريك بالعالم. فتحت المظلة على ارتفاع 150 مترا، آذاني كانت مغلقة والهواء يتلاعب بوجهي، أشاهد فقط جبال جميلة، وفي الآخر أركز على الطيران. أثناء الطيران قلبي ينبض بسرعة، لكن هذا ممتع. داتير مكان رائع لهكذا مهرجانات، حيث الارتفاع مناسب وأمين، وفي الأسفل توجد أماكن رائعة وجميلة وواسعة للهبوط. القفز من ارتفاع 320 مترا من أطول تلفريك في العالم وفوق وادي بوردان الرائع. وتابعوا هذا المهرجان الكثير من السواح وعشاق رياضة القفز، وفي أوقات الاستراحة نظموا برامج رياضية وفنية وترفيهية للمشتركين. يقول المظلي الأسترالي 38 عاما والذي لديه خبرة 17 عاما في القفز من فوق العمارات الشاهقة والأنصاب المرتفعة والجسور والصخور والتلفريكات في 35 دولة، يعيش لحظات سعيدة في أرمينيا. دوار الرأس يضاعف من روعة القفزة. القفز من كابينة التلفريك أروع، لأن القفز من فوق الصخور تكون قريب جدا من الصخور لحين فتح المظلة وتكون في خطر، لكن هنا أنت حر ويمكنك أن تستمتع بجمال الطبيعة لحين فتح المظلة. فكرة القفز من تلفريك داتير
كانت فكرة كليب فورفتري، حيث يقول: قبل سنة كنت في أرمينيا مع عائلتي للسياحة، وزرت هذه المنطقة وعلمت بأنها مناسبة جدا لتنظيم هكذا مهرجانات، أنه مكان مميز وآمن، وفي الأسفل لا توجد أي معوقات والارتفاع مناسب. أنا حققت قفزات منذ عام 1981 وانشغلت بقفز البيج، ولو قارنا جبال أرمينيا مع جبال إيطاليا فقطعا أن الطبيعة هنا أجمل بكثير ومحفز جيد. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم ندعوكم مرة أخرى للاشتراك في قناتنا قناة أرارات للسياحة لتتمكنوا من متابعتنا. انظر إلى أسفل الشاشة ستجد زر مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، فقط اضغط الاشتراك أو السبسكرايب سوف تكون عضوا في قناتنا. نترككم مع هذه المشاهدة الممتعة من مهرجان قفز البيس أو القفز الحر بالمظلات، وإلى اللقاء في تقارير جديدة مع أرارات للسياحة.